2,050,000، سعرها 2,050,000، هي فئة واحدة فقط في مصر. ده شكل الصالون من الداخل الخلفي، وهنبتدي نشوف أجزائه حتة حتة. شكلنا هنكتفي بجناح تويوتا النهاردة، ده إذا عرفنا نغطي معظم الحاجات اللي فيه أو الحاجات الرئيسية المهمة اللي فيه. لا، فتح من الداخل الظاهر، لازم تفتح من الداخل. دي أول مشاهدة للكامري بالنسبة لي، على الأقل في مصر، أعتقد إن هي أول مشاهدة للكامري في مصر. بسم الله. داخلين الوحش تويوتا كامري في أول ظهور ليها في مصر. ده شكل الطابلو بتاعنا الكامري، الكونسول كلاسيك، الكونسول بتاع الكامري كلاسيك، في شاشة وسطية، في هنا حرف كده، حرف في، في حركة ظريفة جدا في الطابلو، حركة الكيرف اللي موجود ده. الفتيس نورمال عادي خالص، ما فيهوش تطعيمات نوك الكروم او نيكل من فوق ولا حاجة، بس في كروم حواليه كده. وهنا دي الباركنج والدرايف وكذا، وفي ستيبترونيك، هنا في مكانين الكاب هولدر، وهنا في تقفيل بلون زاهي جدا، لون ابانوس خشب على يعني لون ميتاليك كده شوية، في تجزيعة ظريفة قوي. وهنا في مخرج 12 فولت، وهنا الـ AUX والـ USB، فتحة الـ AUX والـ USB. ده عشان هي 2000 وستارت انجل عشان الجمرك. السيارة 2000 وحاجة سي، 2000 كسر سي سي، مش عارفين 2000 وشوية سي. السيارة ثمنها 2,050,000 زي ما قلنا. وده التابلو ساعة فتح الأبواب، وهنا ده ما تشغيل الفلاشر، طبعا هو ما بيدوروش العربية. التابلو والفرش كله اللون البلاك، اللون بلاك ما عدا بعض التطعيمات اللي بلون غريب هنا، اللي أنا مش قادر أقول خشب أبانوس ولا قادر أقول لونه إيه بالظبط. هنا فتحات التهوية في الوضع المظبوط تماما، في انسب مكان ممكن تكون فيه فتحات التهويه، اللي هو مناسب جدا. وهنا طبعا الدركسيون، في الستارت ستوب، في الستارت ستوب الانجن، وفي هنا الدركسيون اللي هو مثبت السرعه، والتحكمات في البلوتوث، والتحكمات في الكاسيت. طبعا هنا الزراير كلها اوتو اب اوتو داون، وهنا التحكم في المرايات، الضم والتشايلد كنترول اللي هو السنتر، فتح وقفل السنتر لوك بتاع العربيه، مرايات تعتيم، مفاتيح اضاءه ليد كواليتي عاليه، مفاتيح اضاءه ليد للصالون كواليتي عاليه، سقف بانوراما رغم ان السقف واطي، العربيه عشان انسيابيه الهواء، عربيه وحش حقيقي، وحش تويوتا، تويوتا كامري ظهرت في مصر. والقعدة كراسي جلد طبيعي، ريحة الجلد ظاهرة فيها. كونسول الوسط بيفتح ازاي؟ لغاية دلوقتي مش عارف كونسول الوسط بيفتح ازاي، ليه زرار فتح بدور عليه. كونسول الوسطي ماشي، هو جايز ما بيكون ما بيفتحش، لا اكيد بيفتح، ايوه تمام. كونسول الوسطي مساحه مرعبه للتخزين، ما فيش اي حاجه تاني في الكونسول غير مساحه تخزين بس. وطبعا الفكره العامه اللي هي فكره الكونسول الوسطي اللي بيقسم السياره نصين، يعزل السائق عن الراكب جنبه، والعربيه تبطين عالي جدا. هجيب لك حد خبير. العربية تبطين عالي جدا، ماشي يا ريت بسرعة. طب ندخل بقى في العربية من الخلف. يا ماجد، ممكن يا ماجد تقعد ورا وتقول لي قاعد ومستريح ولا ايه وضعك؟ في حد جاي؟ مش لاقي لك حد. طيب خلاص ماشي. نبص على
اه طبعا طبطين بقى وفينش مفيش بعد كده. العربيه الصالون بالكامل اسود، يغلب عليه اللون الاسود. احنا مرجعين الكرسي بطريقه مرعبه في الامام، هنرجع في الخلف نشوف مساحه الجلوس الخلفيه. دخلنا في الصالون الخلفي وفي مسافة حوالي 10 سنتي ما بين ركبي وما بين ظهر الكرسي الأمامي، والكرسي الأمامي راجع لورا. في هنا فتحات تهوية للتكييف الأمامي ومخرج 12 فولت، مخرجين حقيقة 12 فولت، وفي هنا في مخرج 12 فولت وفي فتحة USB او اتنين USB. يا ربي ما لقيتش مخارج، مخارج 12 فولت بتاعت USB. هنا في اضاءة ليد مستقلة خلفية للجالسين في الخلف للصالون الخلفي. تمام، نطفي نطفي هنا. لا حاجة، حاجة وحش، وحش السيدان تويوتا كامري، وحش سيدان تويوتا كامري. اتمنى ان انا الاقي في هذا المعرض لكزس. طيب نشوف المواصفات نشوف قبل المواصفات الفنيه نشوف الشنطه لو عرفنا نفتحها. تمام، مساحه تخزين محترمه، بس المدخل بتاع ده، بس الدخول فتحه الدخول صغيره، لكن الشنطه عميقه الى الداخل. وهنا في صندوق العده والاستبنه تحتيه، الاستبنه تحتيه في شيء مشكله، بس شفه التحميل يعني متوسطه، لا شفه التحميل متوسطه، مش عاليه قوي مش واطيه قوي، معقوله شفه التحميل. وسنسورز، سنسورز خلفيه ومخرج 12 فولت عندك ده؟ لا، سنسور خلفيه بدون مخرج، بدون مخارج 12 فولت خالص. ثواني يا ماجد هنقفل كده، هنقفل وكاميرا خلفيه. تمام، نيجي لبعض المواصفات الفنيه بسرعه. العربيه زي ما قلنا 2000، بعض المواصفات الفنيه العربيه 2494 سي، يعني 2500 سي. اقصى قدره 178 هورس باور عند 6000 لفه في الدقيقه. اقصى عزم دوران اللي هو الماكسيم تورك 231 نيوتن متر عند 4100 ار بي ام. الفرامل اي بي اس وبريك اسيست والكتريك باركينج وبريك وبريك هولد. وبعدين الديسبلاي 8 انش 6 سبيكر ودي في دي وبلوتوث وميرا كاست حساس مطر ومثبت سرعه. دي اهم المواصفات للسياره.